تحياتي. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية رسمياً انتهاء فصل الصيف يوم الجمعة المقبل، ولكن أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك بعض الظواهر التي قد تجعل فصل الخريف هذا العام مختلفاً عن الأعوام السابقة، وذلك بسبب كميات الأمطار المتوقعة في الموسم المقبل. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة؟ هذا ما سنوضحه لحضراتكم من خلال هذه التغطية. نبدأ بحديث هيئة الأرصاد الجوية التي أوضحت أننا على أعتاب فصل الخريف وساعات، وينتهي فصل الصيف رسمياً وفقاً للحسابات الفلكية، إذ أكدت الأرصاد دخول فصل الخريف بداية من يوم 23 من سبتمبر الجاري، وهو الفصل الذي له سمات حادة وتقلبات جوية سريعة، ويكون آخر أيام فصل الصيف يوم الجمعة الموافق 12 من سبتمبر، ليكون أول يوم في خريف 2023 موافق يوم السبت المقبل، وهو فصل انتقالي من فصل الصيف الحار الرطب إلى فصل الشتاء البارد الممطر. وعن منخفض السودان الموسمي وتأثيره في حالة الطقس، فبحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد يكون فصل الخريف مثل أي فصل تحدث فيه ظواهر جوية مصاحبة له، حيث تتخلله موجات حارة وأخرى ماطرة، وخاصة على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون مسببة للسيول هناك، وذلك بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي. ويشهد فصل الخريف وجود منخفض السودان الذي ينشط خلال فصل الخريف والشتاء والربيع نتيجة لصعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالي لسطح الأرض، مما يؤدي إلى هبوط الضغط الجوي في هذه المنطقة، وخاصة الشرق وجنوب السودان والحبشة، وهو منخفض غير حركي ولكنه امتدادي. أيضا ذلك بحسب بيان الأرصاد الجوية، يسود البلاد اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ووفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، يسود البلاد اليوم الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ويشهد فصل الخريف وجود منخفض السودان الذي ينشط خلال فصل الخريف والشتاء والربيع نتيجة لصعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالي لسطح الأرض، مما يؤدي إلى هبوط الضغط الجوي في هذه المنطقة، وخاصة شرق وجنوب السودان والحبشة، وهو منخفض غير حركي ولكنه امتدادي. وأيضا فجرت الأرصاد مفاجأة إذ تنخفض درجة الحرارة بقيمة 14 درجة خلال ساعات على أسوان، إذ تسجل العظمى 39 درجة، وخلال ساعات تنخفض في الليل إلى 25 درجة فقط، فيما يكون هذا الفارق نحو 8 درجات على القاهرة الكبرى. وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع حدوث شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن خرائط الطقس أظهرت تواجد سحب منخفضة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف حالة الأجواء وانخفاض نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء، الأمر الذي يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مؤكدا أن انخفاض نسبة الرطوبة هو الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. وبالنسبة لحالة البحرين مشاهدينا الكرام، فقد كشفت الأرصاد في بيانها اليومي عن حالة الطقس عن حالة البحر المتوسط، إذ تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية الشمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية الشمالية غربية. أما عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس تشهد تراجعا كبيرا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية،
نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على خفض درجات الحرارة بجانب الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وهي معتدلة تماما في درجات حرارتها. وأن هناك سحب منخفضة ومتوسطة تحجب أشعة الشمس مما يساعد على تلطيف الأجواء، ومع دخول ساعات الليل سيكون هناك مزيد من التحسن في درجات الحرارة مع انخفاض نسب الرطوبة، مشيرة إلى تواجد شبورة مائية ولكنها ليست شديدة. أما عن درجات الحرارة اليوم الخميس فهي كالتالي مشاهدينا الكرام: القاهرة 32 والصغرى 24، الأسكندرية 29-23، مطروح 29-22، سوهاج 30-23، قنا 38-24، أسوان 39-25، بورسعيد 25 والعظمى 30، الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 33، السويس 23-33، العريش 24-31، سان كاترين 15-30، شرم الشيخ 26-36، الغردقة 26-35، الفيوم 24-33، بني سويف 23-33، المنيا 22-34، أسيوط 22-35، الأقصر 24-37، أيضا الوادي الجديد 25-37، أبو سمبل 26-37. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية. أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.